Bonjour de Gaza la ville. On est au mois de mars 2021. On a le plaisir de rencontrer madame et doctora Saïda Al-Banna, qui est en psychologie, et ensuite qui va parler aux effets de confinement pour les enfants de Gaza. Doctora Saïda Al-Banna, كبير نفسي وتربوي برحب فيكم بدي احكي عن الاثار السلبيه لجائحه كورونا على اطفال غزه اطفال غزه تاثرت سلبيا بجائحه كورونا وتاثرت فيها من النواحي ناحيه التعامل في البيت النفسيه في البيت وفي من الناحيه التعليم فهذا كله اثر على الطفل في قدرته على التواصل اللي هو يحتاج الى التواصل مع رفاقه حرم من التواصل من التعامل مع رفاقه والتواصل معهم حرم من التعليم الوجاهي اللي هو تعود عليه وهذا طبعا سيكون له اثار سلبيه على الطالب بالذات الاطفال اللي حيدخلوا المدرسه لاول مره لانهم ما تعودوا على ما يعني اصبحت في جائحة كورونا إنهم مقيدين ما يقدروش يتعاملوا مع الأطفال اللي يتعودوا على التواصل معهم ما يقدروش يتعاملوا مع المدرسة كأنها يعني إنها فيها حرية وفيها انطلاق المدرسة حيشعروا إنها قيود وتقيدهم فهذا حيأثر سلبي على اللي هي نظرتهم الإيجابية نحو المدرسة في المستقبل. Donc, docteur Saïd Al-Banna a dit qu'il y a un grand ou bien il y a des effets négatifs aux enfants de Gaza à cause du coronavirus et à cause du confinement parce que les élèves ou bien les enfants de Gaza ont le capacité ou bien ils veulent toujours jouer, ils veulent rencontrer des gens, ils veulent aller apprendre leurs études aux écoles.